أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. ليلة رأس السنة هناك إجراءات أمنية مشددة ستكون في العاصمة بيروت. وزير الداخلية بسام مولوي وأيضا هو برفقة اللواء عماد عثمان اليوم في غرفة العمليات لقوى الأمن الداخلي للإشراف على عم نشوف كيف الاستعدادات رح تكون. احمد امبارح تعملت جوله على المطاعم. نعم سيدنا، نعم مشيت كورونا. تفضلوا معي بصوره الموضوع. نحن سكرنا 12 مؤسسه بناء على قرار حضرته واللجنه الاداريه، وعندنا محاضر كثير يعني، بس 12 مسكرين وعم يراجعونا اي ساعه بدنا اليوم. طيب حتى لو مستمرين بهذا الموضوع بخصوص تدابير الكورونا وال 50%، بعد اذنك معالي الوزير تفضل دورك. جاهزين لنحمي المواطنين وتبقوا مستمرين بنفس الجهوزيه وبنفس الفعاليه ويمكن اكثر شوي. الوضع الصحي بالبلد ما بيتحمل، الوضع الاستشفائي تعبان، اعداد الكورونا عم تزيد يوميا بنسبه 50%، يعني كل يوم عندنا زياده 50% عن النهار اللي قبل. امبارح كان عندنا فوق ال 4000، إذا بقينا هيك يعني نحن بعد رأس السنة رايحين على كارثة، لا الوضع الاجتماعي بيتحملها ولا الوضع الصحي والاستشفائي بيتحملها. نحن بناء لقرار اللجنة وطبعا بتنسيق وتوجيه من رئيس الحكومة، نحن عملنا هذا القرار والمواطنين مجبورين يلتزموا بال 50% إقفال القدرة الاستيعابية، وكمان عند وكمان بالتطعيم للستاف العاملين او بي سي ار مرتين بالاسبوع، والموجودين الرواد لازم يكونوا ملقحين او عاملين بي سي ار عنده 48 ساعة. نحن بنأكد انه الحد الاقصى الممكن يكون موجود بالصالة قد ما كانت كبيرة 300 مش اكثر. نحن بدنا اياكم تستمروا بكل الخطوات اللي عم تقوموا فيها وتتشددوا بالرقابة وتتشددوا بالنسبة لأماكن السهر، الصالات والفنادق لازم يكون معها ترخيص، ولازم تتأكدوا انكم تراقبوا انه عم يطبق الترخيص وتطبق الإجراءات. وبالنسبة لأي معلومات جديدة أو أي تعليمات جديدة بالنسبة لفتح يلي الموضوع اللي عم تسأل عنه، لفتح الأماكن يلي تسكرت امبارح بالسهرة، نحن اليوم العشية نعطيكم القرار بهيدا الخصوص. هلا بيبقى كل شيء مسكر تبع مثل المحاضر اللي تنظمت امبارح، ونحن بالليل العشية نعطيكم التعليمات والقرار بهذا الخصوص. ويعطيكم العافية، نحن بنعيدكم كل سنة وانتم بخير، كل سنة قوى الأمن كلها بخير، لأنه خير قوى الأمن هو خير للبلد. نحن معكم وانا موجود معكم شخصيا وعلى السماع كل الليل. كلام عليك مع الوزير، شكرا لك. خلص بدك تعمل لي برزنتيشن. نعم. معالي الوزير نعد عليك، كل سنه وحضرتك بخير. نحن عم برزنتيشن صغيره عن تدابير اللي رح تاخذها قوى الامن الداخلي ليله راس السنه. شكرا. لو سمحتوا قوى الأمن الداخلي تاخذ مهمة رأس السنة بجدية كثير كبيرة، وخاصة عندنا ظروف كورونا كمان التدابير رح تكون مشددة. في عندنا 521 ضابط مكلف بس لمهمة حفظ وأمن ونظام ليلة رأس السنة، مع 7690 عنصر مقسمين على 440 دورية بكافة الأراضي اللبنانية فقط لمهمة رأس السنة، غير المهام العادية اللي بتقوم فيها قوى الأمن الداخلي. ركزنا القوة طبعا على 391 كنيسة،
مشان اذاذيس راس السنه، واخذ التدابيرنا حوالي 726 مطعم. هذا طبعا كله اكثر شيء مركز حول الملاهي والاسواق التجاريه. ورح نطلق دوريات استقصاء ومعلومات، بيكونوا باللباس المدني، بيتجولوا بين المواطنين باماكن التجمع، اماكن المولات، مشان اتخاذ التدابير الامنيه والتدخل في حال صار في عندنا حادثه امنيه معينه. وفي قوه خاصه، مجموعه خاصه من الصوات موجوده كقوه احتياط، موجوده هلا بمركز المديريه، بتتدخل في حال عندنا اي حدث امني كثير ضخم. اجراءات قوى الامن مثل كل سنه هي بنرفع احنا جهوزيتنا بنسبه 95% من عسكر قوى الامن، 90% السنه من عسكر قوى الامن موجود. ناخذ اجراءات امنيه مشدده وتدابير حفظ امن ونظام، بنركز دورياتنا مثل ما قلنا بدور العباده، بالمطاعم، باماكن اللهو، بالمجمعات التجاريه. بنتأيد كمان بالقرارات الصادره لجهه الالعاب الناريه والمفرقعات، وبنفعل اجراءات السير الحد الاقصى بجميع المناطق. قوى الامن كل سنه عم تنجح انه ليله راس السنه ما يكون في عندنا قتله بحوادث السير، من خلال اجراءات استثنائيه بالسير، فحص كحول وحواجز على في كافه الاراضي اللبنانيه لمكافحه هذه الحوادث. لحين في موضوع اطلاق النار عليك اللي هو احنا حنصير تكمله موضوع اطلاق النار، نحن يعني انا حكيت مع القضاء في هذا الموضوع انه نحن كل واحد بين لنا انه عم يطلق النار حنحاول وقفه اكيد، هذا شيء اكيد وحنتابعه للتوقيف. كمان اضافه حنحط اسمائهم على موقع قوى الامن الداخلي، كل الاسماء اللي هي مطلق النار طلعت من اجهزه من قوى الامن كلهم مع كل قطاعات قوى الامن المسؤوله قد ما فيهم فيديوهات وصور لاشخاص عم تطلق النار حتى ناكد هذا الموضوع، حتى ما حدا يقول انه انا اطلقت ولا ما اطلقت، بس بالنهايه هو نوع تشهير بحقهم لانه هودي مجرمين عم يضروا المجتمع. ضروري صحيح. كمان رح يكون هالسنة عم تشدد بتدبير مخالفات قرار التعبئة بين الساعة 19 و6 الصبح، ودرجة الاستيعابية تبع المطاعم والالتزام بالموافقات، بالإضافة للشرطة السياحية اللي هي بشكل يومي عم تقوم بهيدي المهمة، عم نبعث تقارير لحضرتك فيها. في عنا كمان قادة القطاعات الإقليمية، قادة سرايا وأمري فصايل عم بيتموا شخصيا عم بيشرفوا كمان على هذا الموضوع، وعم بياخذوا إجراءات بالأماكن المخالفة. عم ننسق مع هاي الأجهزة الأمنية ومع الجيش، وفي عنا ضابط ارتباط لقوى الأمن الداخلي موجود حاليا بغرفة عمليات قيادة الجيش في حال مشان حسن سير التنسيق معنا ومع الجيش اللبناني. وحضرت لواء فسر أكثر معالي الإجراءات اللي رح ناخذها لمكافحة إطلاق النار بعد شوي. بالنسبة لقوى السيارة في عنا 34 ضابط و480 عنصر، هن بشكل 15 دورية معززة، كل دورية قوامها تقريبا فصيلة، دوريتين منهم بقلب شرطة بيروت و13 دورية ضمن وحدة الدرك الإقليمي. في عنا قوة احتياط موجودة بشرطة بيروت والدرك الإقليمي كناية عن ثلاث سرايا، كل وحدة منها 50 عنصر بطرابلس وصيدا وبدبي، وفي فصيلة بأمر الضابط بسرية زحل. في حال صار في عنا أي حدث أمني هيدي القوة دغري بتتدخل بعتادها مشان وضع تيستتر بالأمن. في ثلاث حواجز معززة رح تكون على مداخل العاصمة بيروت، جنوبا رح يكون في عنا على مثلث خلدة، في عنا على أوتوستراد الجمهور عند السيار، وفي على كازينو لبنان. هيدي الحواجز في حال صار في عنا أي معلومة معينة أو معلومة أمنية عن أي سيارة مسلحة في عندها سلاح أو مفخخة دغري بتدخلوا بوقفوها، وكمان بشكلوا مثل ضغط خفيف شوي للسير لتجنب السرعة على الأوتوستراد. بشرطة بيروت التدابير رح تكون في عنا 36 ضابط مخصص لمهمة اليوم مع 814 عنصر، 105 دوريات عم بتجول بشرطة بنطاق مدينة بيروت على 64 كنيسة، تقريبا على كل كنيسة في عنا عنصرين أو ثلاثة بياخذوا تدابير حفظ أمن ونظام. في عنا 15 دورية آلية و52 دورية مشاة. في 6 دوريات معززة من الشرطة، كل وحدة منهم بأمر الضابط عم تتجول، وفي رح نطلق أكبر عدد من دوريات الاستقصاء بيكونوا باللباس المدني. عززنا شرطة بيروت من دوريتين من قوى السيارة و30 دورية من الشرطة الفرعية. وفي ثلاث عناصر مكتب مكافحة المتفجرات وأربع عناصر اكتفاء أثر بيلعبوا دور أساسي بهيك المناسبات لتفتيش أماكن التجمعات لتجنب أي عمل إرهابي معين وضبطه بطريقة استدعائية. الدوريات الآلية حضرتكم رح تلقوها اعتبارا من الساعة 18 وبتضل لبكرة كمان. بالدرك الإقليمي على زيت النحو في عنا 407 ضباط لأنه نطاق أكبر، 6014 عنصر و335 دورية.
هيدي الدوريات كمان شملت 327 كنيسة، 179 دورية، 52 منهم مشات، و 127 هن دوريات آلية. في فصيلة احتياط بكل سرية إقليمية بطرابلس، بجوني، بصيدا، جاهزة كمان للتدخل. في عنا معززين كمان بالطرف الإقليمي ب 13 دورية من قوى السيارة، و 143 دورية من الشرطة القضائية كمان بيكونوا باللباس المدني. 14 عنصر مكتب المتفجرات و 30 عنصر اتفاق أسد. أكثر شيء مكاتب المتفجرات بتبرم على الكنائس، على دور العبادة، على أماكن السهر البعيدة الكبيرة، أماكن التجمعات، دائما الكلاب عم تفتش بطريقة استباقية لضبط أي مواد متفجرة. العناصر طبعا موزعة بطريقة مدروسة على كافة المناطق اللبنانية حسب الوضع الأمني وحسب المعطيات اللي عم تجينا من الوسائل الأمنية. بمنطقة الشمال في 6 ضباط و 168 عنصر على 85 كنيسة، إجراءاتنا شملت 21 مطعم، 78 دورية تقريبا نصهم آلية ونصهم مشاة، وعززناهم بأربع دوريات من قوى السيارة تحديدا بحلبة وطرابلس أميون وزهرتا اللي هن أكبر مدن بيصير فيها تجمعات بهيدي الليلة. بمنطقة جبل لبنان في عنا 90 عنصر 44 كنيسة، في 431 مطعم مشمولين بالتدابير تبعنا، 72 دورية، 61 منهم آلية و17 دورية مشاة. معززة أكيد جبل لبنان بخمس دوريات من قوى السيارة، اثنان بجديد، اثنان بجونة، وسرية بعرفة اللي هن أكثر أماكن بصير فيهم صعب. بمنطقة الجنوب كمان تدابيرنا شملت ضابط واحد و88 عنصر على 106 كنائس، معززينهم بفصيلة احتياط بأمر الضابط كل وحدة بقلب سرية إقليمية يعني صيدا وصور والنبطية، وفي عنا ومرجعين، وفي عنا 18 دورية من الشرطة القضائية موجودين مع ثلاث عناصر من مكتب المتفجرات وست عناصر من مكتب اتفاق الأسد. منطقة لبنان خصصنا للقاع خصصنا لها 279 عنصر على 92 كنيسة، تدابير شملت 34 مقعد معظمهم بشكل صوب المنطقة الزحلة، تسع دوريات آلية عم يجوزوا، وفي عنا فصيلة احتياط موجودة بسرية زحلة بكل سرية إقليمية، و18 دورية للشرطة القضائية، عنصرين مكتب المتفجرات وست عناصر اتفاق أسد. بالنسبة لعام 2021 رح نعمل جولة سريعة على أبرز الأحداث الأمنية اللي قطعت بالبلد، كان دور الأمن قوى الأمن الداخلي جدا من أساسي فيها، مثل أعمال الشهر اللي صارت أمام سراية طرابلس اللي راح من جراء 70 جريح من العسكريين قوى الأمن و31 جريح من عسكر الجيش اللبناني، كان في 30 جريح مدني، وقفنا 13 موقوف بهذه العملية اللي كانوا هم مخلين بالأمن واللي أذيوا العسكر. أخذنا إجراءات استثنائية لحماية مدينة طرابلس ورفعنا الجهوزية فيها، وأخذنا تدابير استثنائية لحماية محيط السرايا. في أحداث الطيونة اللي صارت أثناء صار في إطلاق نار أثناء مظاهرة بين طرفين من المتظاهرين، وتسلم الجيش اللبناني التحقيق، كان في عنا 7 قتلى مدنيين و25 جريح. في عنا إشكال إطلاق النار اللي صار بوادي الجاموس بين آل طرطوسي وآل السيد واللي راح نتيجته 6 أشخاص، دغري تحركت القوى الأمنية وكثفنا جهد الاستعلام لجمعنا المعلومات ووقفنا مطلقين نار، راح بهيدي الحادثة 6 قتلى و6 جرحى، وصار في إحراق لمنازل وسيارات كمان من بيت تبع بيت السيد. صار في عنا أثناء عملية اقتراع الانتخابات السورية كمان تعرض مواطنين للاعتداء أثناء قرب السفارة السورية، رحنا نتيجتها 37 جريح وتحطم عدد كبير من السيارات المواطنين. كمان دخلت قوى الأمن وشكلت بطريقة فورية سرايا شغب وعناصر سرايا من العناصر الإقليمية لتحمي الأشخاص اللي تعرضوا للاعتداء. انفجار خزان محروقات بمنطقة التلاي كمان اللي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، هون دخل الجيش اللبناني وعمل تحقيق، قوى الأمن كمان دخلت أعطت الإغاثة للمواطنين وساهمت كمان بوضع إذا بدنا نقول توزيع دغري تدخل فوري مع المواطنين في المنطقة مشان حد من عدد الجرحى وإسعاف الجرحى. المباحث العلمية راحت أخذت أدلة وساهمت كمان بكشف الحقيقة. بغرفة عمليات قوى الأمن الداخلي عالجت هالغرفة سنة 2021 47,520 وسيلة أمنية لتاريخ امبارح ما بتشمل اليوم، يعني كان في عنا بمعدل 130 وسيلة باليوم، واليوم نتوقع يكون بحدود 200 وسيلة أو 230 وسيلة أمنية على الأقل. عالجنا 8,370 وثيقة مخالفة بنا، تقريبا كل يوم كنا عم نعالج 23 وحدة. تلقينا 1,892 شكوى مواطن كل يوم بمعدل 5 شكاوى باليوم، وتلقينا 1,332 شكوى عنف أسري وعالجناها بحدود 4 شكاوى بالنهار. نجحت عمليات مديرية بربطة مع باقي كل غرف العمليات الموجودة على الأرض، وصرنا عم نتلقى الوثائق
الامنيه بطريقه الكترونيه مثل ما معاليك شفت بالاجتماع الماضي، وبعدها فعاله لهلا، وبلشنا ندير عمليات حفظ امن النظام كمان مثل ما وضحنا حضرتك بالزياره السابقه، وهلا حاليا عم نعرض على ربط كافه غرف العمليات مع الدوريات الموجوده عمليا على الارض. اليوم رح نعمل ديمونستريشن لمعاليك لاول مره بتم بقوى الامن. في عندنا هلا دوريه موجوده على الارض، لنقول نحن هيدي الدوريه بنجي نحن هيدي التابلت رح تكون مع الدوريه. معاليك رح استعمل انا التابلت اللي معك مثل مع التابلت اللي بالدوريه لتشوف معاليك كيف عم بيصير الشغل على الارض. نحن شفنا هيدي الدوريه موجوده، رح نحدد هيدي الدوريه، لانه هيدي الدوريه هون هي فري امر الدوريه هون، نيجي نكلفه في عندنا حيز السير هون صار تقريبا حد منطقه اليونسكو، نيجي نعطي مهمه لهيدي الدوريه، بنفوت على الخريطه بندل له وين موجوده، معليك رح حدد كمان دوريتك مشان تبقى اللي هي هون، نقول نحن هون موجودين، ورح هلا كلفهم كمان مع هيدي الدوريه ينطلقوا على مكان الحادث، لانه نحن وصلتنا وثيقه انه صار في عندنا حادث امني بهيدي المنطقه. هي على اليونسكو، اليونسكو صارت موجوده هيك، اليونسكو نقيناها هون، بنبعث له تفاصيل الحادث، لانه مهم يعرف الدوريه هي منطلقه على شو، رايح اذا رايح على جريمه قتل تفرق ما يكون رايح لنقول على حادث سائق او اذا في عندنا جريمه. لاحظ معي الدوريه وصل لها هلا مثل ما عم تشوف على التابلت هون، انه في عندك امر مهم بدك تبص على الموافقه، بمجرد ما تبس موافقه رح توجه الدوريه ترسم له التراجيك طريق كيف بده يمشيها. هلا الدوريه الثانيه رسمها تراجيك ثاني حيروح عليها. لاحظ معليك على اليمين فوق الدوريه كيف عم تنتقل، انطلقت الدوريه هلا وقادرين نحن نشوفها بالصوره وعم نتبع على جي بي اس لايف وين ماشيه الدوريه. هذا السيستم بيسمح بيزيد من فعالية قوى الأمن الداخلي للتدخل أثناء العمليات أو الأحداث الأمنية اللي عم بتصير، وبيزيد من سيطرة غرفة العمليات على الأرض، وبصير عم تاخذ إجراءاتها بطريقة علمية أكثر، وتكون هي على اطلاع على اللي عم بيصير مش بس على الاتصال الهاتفي. إذا بدنا نعمل جولة على لما توصل الدورية على المكان، نعمل جولة على أبرز الجرائم اللي صارت مقارنة بين السنة الماضية وهيدي السنة. بنعرف مع تشدد الأزمة الاقتصادية متوقعين كنا الجريمة تزيد، ولكن نحن كقوى أمن داخلي بينت لنا الإحصاءات إنه الإجراءات اللي عملناها كانت فعالة. لاحظنا جريمة السرقة ارتفعت بنسبة 71% من السنة الماضية لليوم، خاصة بمناطق جبل لبنان وشمال وبيروت. بالرغم من هذا الارتفاع بالجرائم 71% رح نلاحظ هون فصلنا الجرائم أكثر، لاحظ جريمة السرقة فصلناها على كافة المناطق والنشر والسلب، شفنا انه هي السرقة هي اللي اكثر وحدة هي زايدة، وهذا الشيء طبعا بيعود على وضع الاقتصادي الرديء اللي عم يمر فيه البلد. جرائم الخطف نزلت بنسبة 15%، جرائم القتل ارتفعت بنسبة 2% اكثر شيء بمنطقة الشمال، انخفضت بجبل لبنان وبالبقاع جرائم القتل. محضر المخدرات بالرغم من انخفاض محاضر المخدرات بنسبة 17%، المحاضر اللي عملناها ارتفعت المضبوطات اللي نحن ضبطتها قوى الأمن الداخلي، خاصة في مخص مكافحة جرائم الإتجار بحبوب الكبتاجون، ارتفعت وعندنا 20,600,000 حبة كبتاجون نحن مضبوطة السنة بلبنان. طبعا هذه كانت معدل التهريب إلى الخارج لأكثر شيء للدول العربية. لكن كانت الجرائم ارتفعت بنسبة 71%، بنشوف انه نسبة الموقوفين كمان ارتفعت كبيرة بنسبة 15%، هذا اللي بيدل انه قوى الأمن الداخلي عم تعمل هذا المجهود. هلا الفرق بهذه النسبة انه كل مجرم بيكون مرتكب أكثر من جريمة لبين ما نوصل، مشان هيك شفنا في 15 مقابل 71، مش معناته 150 درجة يعني ارتفعت الجريمة 150، ارتفعوا الموقوفين 2، مشان هذا السبب. معليك نحن نتشكر زيارتكم لعنا، نتمنى أن نكون لبينا الطلب ولبينا المهمة بشكل السيارات هذه راح يبقى هيد سيارة نازلة على مكان الحادث ونوسط على المكان دمو يعني.
إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، كنا من غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي وتحديدا خلال جولة لوزير الداخلية بسام مولوي، هو اللي كان قد بدأ هذه الجولة من الدفاع المدني وأيضا سينتقل في هذه الأثناء لمركز الصليب الأحمر، وبعد ذلك سيكون هناك إطلاق للآليات اللي راح تكون منتشرة في كل العاصمة بيروت وتحديدا من سكنة اللواء طبعا في منطقة الضبية. إذن مشاهدينا الكرام، أبرز ما قاله الوزير فيما يتعلق بموضوع التجهيزات، هو ذكر بأنه لن يكون هناك تهاون أو تساهل في مسألة طبعا الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، هذه الإجراءات التي تم إقرارها في السراي الحكومي، وذلك حفاظا على سلامة كل المواطنين. سيكون هناك حواجز لقوى الأمن الداخلي منتشرة في كل لبنان وستكون ستسهر على صحة اللبنانيين. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، انتظرونا سنعود إليكم بعد قليل. كانت معكم جيدة جبيلي وربيع الدعوة.